اتمنى من كاساس شكل لاعب يستحق بنادي الشرطه ياخذه، لين واصل فكر بعيد يعني مثل بسام، امير، احمد يحيى، اوكي يعني حتى مناف، كرار، كل اكل ناخذ الشرطه ونلعب منتخب. لا ما ناخذ الشرطه لان ثلاث ارباع اللاعبين هم مغتربين، واحنا كم لاعب عندنا هسه بالدوري العراقي يروح المنتخب؟ عندك معلومه؟ 23 لا كم لاعب مغتربين هسه عندنا اللاعبين المحترفين؟ كم لاعب؟ يعني بيهم تقريبا يوم 15 لاعب، ايش قد ياخذون من المحلي؟ ياخذ له سبعه سته، مستحيل غير هذا العدد. غير على المستوى ما له علاقه. هو منو الزين يروح؟ من احسن من بسام زين؟ بسام شاكر؟ من احسن من يمه؟ ماكو. مركزه هسه منو؟ وبسام يلعب لك شو يسرى؟ ما يخالف المهاجمين، يلعب لك على اليمين طبيعي. زيدان اقبال بمركزه صانع العاب. هذا اقول لك، هو زيدان اقبال ما جاي يلعب المنتخب. مو جاي يلعب اساسي؟ ما جاي، ليش ما جاي يلعب اساسي؟ يعني ماكو شغلات والله يعني تغث، يعني اكو شغلات يعني. فانت تقول مظلوم بسام شاكر؟ طبعا مظلوم. شوف بسام شاكر اذا ما عنده خلل بالامور الاداريه مستحيل ما يلعبون، مستحيل اكو خلل. جوز اشوف الخلل وين، هم يعرفون اكثر، انا ما اعرف، ما عندي معلومه، بس بسام يقول انا ما عندي اي خلل. فمظلوم فنيا. يعني هسه اسالك لك السؤال، بسام يستحق؟ انا قلتها اكثر من مره في الكوره، ملينا والله ملينا. اشياء جميله مع الشرطه، بس يبقى الراي فني. يقول لك هو مره حاكي ويا كاساس قايل له يحتاج تطور نفسك بالجانب الدفاعي، يفقد الكره، فهي اراء فنيه. جوز هو راي كاساس، خلاص انا ما اتدخل بي. زين. المستطيل الأسود.